رفعنا وغادي نرفعوه ان شاء الله من وتيرة النضال والاحتجاج بكل اشكال ديالو ونبتدعو اشكال اخرى. هذه الحكومة عندنا وللأسف ما عندهاش هذه المقاربة، بل حكومة متعنتة. ماذا يمكننا ان نعمل الا المسيرات والاعتصامات والاضرابات الوطنية والاضرابات القطاعية، ونضالات أخرى. هذه هي الوسائل والأسلحة التي تتوفر عليها الحركة النقابية. ما بغينا شيء من دابا نقوله ما هي المحطة النضالية المستقبلية، متى ستكون الإضرابات القطاعية وفي القطاعات الاستراتيجية اللي توقف الاقتصاد الوطني. ما بغيناش نعلنوا على الاضرابات في مجموعه ديال المحطات ديالها اللي غاديه، وحتى النوع ديال الاضرابات، لان لا يوجد غير نوع الاضراب ديال التوقف على الاضراب، كاين مجموعه من انواع الاضراب، مثلا سكون ابل لا غريف دو زيل، لا غريف بيرلي. نحن لا نخشى بان تكون الإضرابات ديالنا ذات طابع سياسي، وكل عمل نقابي فهو عمل سياسي، وبالطبع باش نكونوا مؤثرين في الانتخابات التشريعية، حتى لا تبقى هذه الحكومة والرئيس ديالها يتغنى بالشرعية الشعبية. بالطبع عملنا فهو نقابي سياسي، وفات ذاك الزمن اللي كانوا كيقول لك هذا يقوم بالسياسه امس ايام سنوات الرصاص، قد دابا ولا والاتحاد المغربي للشغل دائما لا جوناز ديالو اسباب نزوله فهي سياسيه، وبالطبع نمارس السياسه و في استقلاليه من الاحزاب السياسيه، وفي سنة انتخابية نريد أن نكون مؤثرين باش الحكومة اللي جات تعرف بأن الطبقة العاملة والحركة النقابية قوة اجتماعية، وخصها تاخذ بعين الاعتبار مواقفها.